مساء، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ الصحة مزيانة؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الحال والاحوال. انا العمة مخوتي، مرحبا بكم معايا مرة اخرى، فيديو جديد، جولة جديدة. واليوم عنديكم معايا مدينة تطوان. كنتمنى الجولة تكون خفيفة وظريفة على القلوب ديالكم. ما تنساوناش من الدعم والتشجيع، فضلا منكم وعليه امرا. ما عرفتش واش مابقيتش تعملوني لي لايك، واش كتخلصوا عليا مخوتي؟ انا العموم كل واحد حر في راسه. باش ما نطولش عليكم، وخليكم مع الجولة ومع الفيديو ديال اليوم ومع مدينة التاريخية والسياحية مدينة تطوان. خليكم مع الفيديو. ديروا لايك، تشتركوا في القناة، تشتركوا في كل دقيقة، احنا كمان كاملين. مرحبا بكم معايا اختي في الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله عندكم واحد الجوله خفيفه وظريفه بمدينه تطوان. على العموم هذا الفيديو محتفظه فيه من فصل الصيف، انا كنت ماشي ندوز الكود صراحه. كانت كتعرف ضروري قبل الامتحان كيكونوا السباك وشويه ديال الخوف، ولكن كانت تجربه مزيونه. الانسان يعني الا خدم بطبيعه الحال غيوصل ضروري من المراجعه والاعتماد على بعض الفيديوهات والقنوات بطبيعه الحال. الموثوقة أهم حاجة، وخا تغير الأسئلة القواعد هي نفسها، فقط الإنسان كيحاول يشتغل وش خطوة بخطوة كيحقق أحلام ديالو والمتمنيات ديالو. كما كتلاحظوا معايا اللي كتبان هذه كويلما، واحد المنطقة صراحة اللي هي شعبية، وهنا في اتجاه ديال الماكل اللي غندوز فيها. على العموم اختي شادي الطاكسي بالنسبة للبلاصة اللي كندوزو فيها في مدينة تطوان، الضرب قدام اوتيل شمس. شادي الطاكسي صغير بشي 7 دراهم، واحد المسافة اللي هي قصيرة ماشي كبيرة بزاف، ماشي بعيدة بزاف يعني، ما الجهة ديال الثانية ديال الرحمن حسن، الجهة ديال اوتيل شمس. هنا وصلنا كما كتلاحظوا معايا، كنا كنساينو النوفا قبل. يعني الوقت كيكون واحد الرطار بواحد نص ساعة. قلت نمشي نعمل شي دورة، ننسى شوية الطاقة السلبية ونعمل الطاقة الإيجابية، مبقاش وقفة. المهم مشيت بهاد الجوانب هادو كما كنلاحظو، كاينين عمارات وكاينين أجريدات كما كنلاحظو معايا، أيضا كاينين بعض المقاهي، واحد الفضاء صراحة، واحد المنطقة اللي هي مزيونة، وكاين الزهور أيضا. المهم انتما كتشاهدوا معايا، بعد ما ساليت في الدوره ديالي رجعت وجلست، تعرفنا على الاخوان والاخوات، واللي كان كيخرج كنسول واش من سؤال عطاوك، واش هذا ولا هذا. وطبيعه الحال كتكون استفاده لان السلسلات كتختلف، كل واحد هو 40 سؤال ديالو اللي كيجيو فيه، وكل واحد وزهره. قدر تجيك شي حاجه اللي هي بسيطه، قدر تجيك شي حاجه يعني اللي ما سبق لك شي تعرفت عليها. وبما اني انا كنت كنطوطح بزاف في القنوات واللايفات في التيك توك، صراحه كاينين اسئله اللي سبق لي تعرفت عليهم، اسئله اللي سبق لي سمعتهم يعني، وكاينين اسئله اللي جاوني جدادي، ولكن اغلبيه يعني شي حاجه اللي هي بسيطه، مخالفات كتوقتك واحد او جوج. انا جاوني جوج ديال المخالفات. ايضا كيقولك واش المكان مناسب، واش طريق السيار، يعني بحال الاستراحة، واش كتواجد في طريق السيار او خارج طريق السيار. ايضا كيعطيوك مثلا ضوء احمر، قيف، واش اسمح بالمرور، نعم ام لا، يعني الاسئلة اللي هي عادية كنتعرفو عليها. وايضا يعني على حسب المدرسة الانسان اللي كيقرا فيها. انا ما كانش عندي الاعتماد فقط على المدرسه، كنت كنعتمد يعني على قنوات صراحه اللي مزيونين. واحدين في تيك توك سميتو منعم، قناته مزيونه صراحه، كنت كنتبع معاه دائما الجديد. بديت مع مراد ايكول، عنده في اليوتيوب عنده اسئله يعني غير القدامين، ولكن قواعد صراحه اللي هما مزيونين، كنستافد منهم لان الطريقه ديال الشرح ديالهم مفيده. ايضا كنت مع واحد سميتو العربي، واحد سميتو زبيتيني، وصراحه واحدين اخرين كيعملوا لايفات في تيك توك، كنظن مراكشي لان الهضره ديال مراكش ما بقيتش عاقلة الأسماء ديالهم، ولكن عندهم يعني أسئلة اللي هي مزيونة كنستافد منها. والانسان يعني مره هيدا شويه من هيدا وشويه من هيدا وشويه من هيدا، ضروري يعني كتكون واحد الاستفاده. بعد ما دوزت الامتحان هذا عاد صورت لكم هذا الجانب، هذا دازت على خير وفي خير الحمد لله، جبت 39. المهم ومن بعد خرج كانت يعني كل طاقه ايجابيه، الفرحه والسرور. هنا الورود كان هديه من المشاهدين والمشاهدات ديالي، فندق الشمس يعني معروفه هنايا.
ملي جيتنا البلاصة هادي تفكرت الأيام ديال لافاك، شحال كنا كنعملو أوتوستوب في هاد البومبة هادي اللي قريبة نقضي الشمس صراحة. وهنا طالعة بحالي كان استعدادات يعني قبل عيد العرش، ليدس عقبال عيد العرش المجيء إن شاء الله. أدامه على علينا وعلى الشعب المغربي، وأطال الله في عمر ملكنا محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال الله في عمره. هنا خوتي ما جلقت العينب، ولكن قليل العينب شو سحرقات وقيل الشمس أو لا كلاوه. هو مهم كنت كنشوف هنا الوريضات كما كتلاحظوا معايا خوتي، اللون الأحمر، ومن منا لا يعشق اللون الأحمر واللون الأخضر. بقيت ماشي صراحة، طلعت من أوطي الشمس حتى نكوي الماء على رجلي، تنكوي الماء ولكن دوست نستني هاد الرمل، عملت واحد التطويرات خصني واحد الحانوت كيما عاد تشوفو معايا. ومن بعد عاد كملت على رجلي نكوي الماء هنا جامعة عبد الملك السعدي، تحتفل بذكرى 25 لعيد العرش المجيد. هذه ديال الشريعة كنظن، ديال الشريعة ولا أصول الدين ولا شنو بحال هيدا. المهم هذه جات قريبه من اوطي الشمس كما كتلاحظوا معايا، غير الفضاء الخارجي، وكنشوفوا شجر صفصف طويل تبارك الله. المهم انتم كتلاحظوا معايا العالم الوطني صراحه، في مدينه تطوان الشوارع كلها مزينه بعالمنا الوطني كما تلاحظون. الرايه المغربيه دائما ترفرف في السماء بكل فخر واعتزاز، ونحن بدورنا نفتخر بمغربنا وبمغربيتنا. المهم اخوتي ها هي النجمه كما كتشوفوها في الليل، كتكون كل ضوء كتعطي اضواء جميله والوان جميله ومثيره في نفس الوقت. ولكن عجبتني واحد الصوره قلت انشارك معكم اكثر فاكثر. كما تلاحظون الله الوطن الملك، وفي طبيعه الحال دائما نفتخر بالمغرب والمغاربه وبالرعاية المغربية وبملكي المغرب باشا الملك. ويما خوتي نكملو الجولة، وكما سبق قلتكم دائما كتعجبني شي حاجة كنبغي نشاركها معكم ونبارطاجيها معكم. كما كتلاحظوا معايا دائما المغاربة يبدعون بأناملهم ويبدعون أيضا بإنجازاتهم. ورا الطاكسي ديال تطوان الزرق، وهنا الطريق كما كتلاحظوا معايا، ثم كتشوفوا معايا الطريق كاملة ما شاء الله، أشجار حدائق أيضا، شوارع نقية ونظيفة وتزيين صراحة هو جميل، وكيدل على التقدم والازدهار ديال المغرب. مدينة تطوان الحمامة البيضاء أو المدينة البيضاء، واحد المدينة اللي كتواجد في الشمال ديال المغرب، مدينة سياحية بامتياز، وكتعرف في فصل الصيف استقطاب سياحي بامتياز سواء من داخل الوطن أو خارجه. الكل يرغب ويحب زيارة مدينة تطوان في فصل الصيف. وصلنا لهاد المرحلة خوتي كما كتلاحظوا معايا، هاد الديكوراسيون هادي على برا وعاد غندخلو الداخل. صراحة كان عندهم داكشي مزيون ورائع، خاص غير الفلوس يكونوا موجودين وصافي، اما داكشي طب طب ما شاء الله. نتعرفوا على المحل، الاواني المنزليه الاسم ما بانليش مزيان. المهم كاينين هاد الطويسات هادو كما كتلاحظوا، هادي ديال العسل راه عاملين لكم بيجهزوا العسل، خاص غير العسل. هنا كاينين هادو مايا 700 درهم، هنا بلاطوات كيسان. لاحظت في الاونه الاخيره عفوا كاين اللون الذهبي كي غالب في الاسواق. صراحه اللون اللي كي اثير هي الزبائن، وطبيعه الحال كيستقطب المشتري. هنا خوتي كنلاحظوا معايا شي مزيون ما شاء الله، هادشي روعه كما تلاحظون. دائما شي مزيون كيزينو الموائد المغربيه بهذا التجهيزات دي 600 درهم كما كتلاحظوا معايا، البلاطو وهادشي ديال الكوزينه صراحه روعه روعه ما شاء الله، خاص غير شي طابله وشي كوزينه ديالهم. وأريتك هذه صبيره 240 درهم قرب رمضان. هنايا هاد السوايع 2500 درهم خوتي، هادو ديكورات كيضرب في 2500 1600، كيختلفو في الحجم
يعني كيختلف الحجم، كنلقى شويه الثمن، وهذا 1500، هذه 800 درهم، ديك المرايه ثلاثه مع بعض ياسم. ثم كتشوف صراحة عجبوني، بغيت نشاركهم معكم. كاينين بزاف ديال الحوايج في هذا المحل هادو صراحة مزيونين وكيستحقوا أن الإنسان يعمل زيارة ويشوف ويبدل شوية الجو. وحنا كنعرفوا النساء عزيز عليهم من أواني منزلية، كيدخلوا المحلات كينساو راسهم. هذا الرومبون هنا جو، وصلنا النهاية ديال الفيديو. باش ما نطولش عليكم أخوتي، نودعكم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله، جولة جديدة. باي باي عليكم.